وكانت الجمهورية اليمنية قد تقدمت بعدد من الأفكار والمقترحات حول تعديل ميثاق الجامعة العربية وبشكل خاص ما يتصل بآلية التصويت، وأخذ المجلس بمعظم ما طرحته الورقة اليمنية لاتساقه وانسجامه مع رغبة معظم الدول العربية. كانت اليمن قد تقدمت بتعديلات للمقترحات التي قدمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول نظام التصويت في القضايا الموضوعية والقضايا الإجرائية. كانت من تعديلات المقترحة لليمن قضية أن التصويت يجب أن يكون بأغلبية الأعضاء في القضايا الموضوعية وبالأغلبية النسبية في القضايا الإجرائية.